من انتهت احداث المباراه، الاهلي وبتروجيت 3-0 النادي الاهلي في اداء الحقيقه رائع. المباراه كانت تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل. برحب بضيوفي المنورين في استوديو التحليل للمره الثانيه، كابتن نبيل، كابتن نادي النبيل، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا كابتن، منورنا ومبروك. الحمد لله، الحمد لله، الف مبروك. كابتن كريم جمعه الف مبروك ومنورنا طبعا كالعاده. الف مبروك، الف مبروك كابتن هيثم. اعزائي المشاهدين، خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا من هناك ومحمد توفيق ولقاء مع كابتن تامر مجدي المدرب العام. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، حياتي حضرتك وضيوفك الكرام. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، استخلاص نقاط جديده تضاف لفريق كره الطائره بالنادي الاهلي، وفوز يعني زي ما بنقول فوز مريح جدا امام بتروجيت بثلاث اشواط مقابل لا شيء. وكمان مباراه المرتبطه اللي كانت بتسبق المباراه مباشره انتهت ايضا بفوز النادي الاهلي تحت 15 سنه بثلاث اهداف بثلاث اشواط مقابل شوط واحد. يسعدني يكون معايا دلوقتي الكابتن تامر مجدي المدرب العام لفريق كره الطائره بالنادي الاهلي. كابتن الف مبروك الفوز النهارده، اعتقد يعني اخذتوا مكاسب كتير جدا من المباراه، مش بس الثلاث اشواط ولكن كمان الدفع عدد كبير جدا من اللاعبين ياخدوا فرصه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا على المكسب النهارده. زي ما حضرتك قلت وشرحت طبعا، مباراه كويسه جدا ان انت تقدر تقيس مستوى فرقتك عليها. بتروجيت فرقه كويسه معاها لعيبه كويسه، كابتن محمد لقاني طبعا مدرب كويس جدا وكل الناس عارفاه طبعا متابعين كره الطايره. قدرت النهارده ان انت تشتغل على الفرقه كويس من خلال المحاضره ومن من خلال التدريبات اللي اتعملت اليومين السابقين، والحمد لله اعتقد ان الناس النهارده شاهدت النادي الاهلي مشاهده كويسه. الناس في الملعب ظهروا بمظهر كويس، اداء كويس، والحمد لله. كابتن يعني المرحله الاولى الحمد لله من الدور التمهيدي الاول خلصت بالعلامه الكامله، خمس مباريات بالفوز، اللي جاي ان شاء الله ازاي هتساعده ازاي لمشوار البطوله الكبير جدا؟ هو ده الدور الاول، في الدور الثاني لسه هنلعب الفرق دي ثاني، وبعد كده بيترحل منهم زي ما الناس عارفه نظام الجدول، ترحل منها اول ثلاث فرق يدخلوا في مجموعه ثانيه، ويعني ان شاء الله تمشي مسابقه الدوري زي ما احنا متوقعين ان شاء الله، وباذن الله تبقى الدنيا ماشيه كويس باذن الله. اخيرا الدور القادم ان شاء الله احنا هنروح المجموعه الاولى، هنلعب الثلاثه اللي هيطلعوا من المجموعه الاولى، مجموعه الزمالك وسموحه. شايف المنافسه ازاي خاصه ان في سكواد جامد وانتم دعمتوا بعناصر اكثر من قويه، خاصه كمان يعني بينضم لكم لاول مباراه النهارده المحترف الكوبي وتعقيبك على ادائه؟ طبعا النهارده الحمد لله البدايه قويه للمحترف الكوبي، الحمد لله كان عند حسن ظننا فعلا ان انت تبتدي تشوفه في ماتش زي بتروجيت ده وتقيمه في الاداء ده، اذا هو بيتحط على اول الطريق للماتشات القويه، والحمد لله النهارده ظهر بمظهر كويس جدا. الدور اللي جاي زي ما حضرتك قلت هنلعب الزمالك، هتلاعب سموحه، هتلاعب فرق قويه من بدايه الدوري، ده بيجعلك ان انت تبتدي من روح المنافسه او بتبتدي تدخل في لقاءات قويه من بدايه الموسم، وده بتبقى حاجه كويسه ان يعني بتعرف تقيس فرقتك فين، بتعرف تقيس انت مستواك فين، وان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. شكرا كابتن تامر، ودايما موافقين ودايما بنفوز معاكم ان شاء الله. اشكرك، متشكر جدا، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن تامر مجدي المدرب العام لفريق النادي الاهلي، متواصلين في تغطيتنا ومزيد من اللقاءات. الكلمه يا كابتن هيثم، اتفضل. محمد بشكرك شكرا جزيلا، يمكن ده كان لقاءنا مع كابتن تامر مجدي المدرب العام، وزي ما شفنا حضراتكم الروتيشن كان عالي جدا، الاداء يعني في سهوله في الاداء، في يسر في الفوز. اجي لك يا كابتن نادر، يعني تعليقك على المباراه فنيا لك. لا المباراه ما شاء الله النادي الاهلي لعب باداء جيد جدا، كان الهجوم كان من مراكز كثيره جدا، وكان في شغل كويس جدا باين من كابتن ميدو ان الارسالات كانت موجهه بالشكل الفلاني، البلوكات كانت قافله كويس جدا، كان في شغل فني كويس جدا جدا بصراحه من الجهاز الفني للنادي الاهلي، وده واضح طبعا من السكور في الثلاث اشواط. السكور طبعا كان في الشوط الاولاني 25-19، الشوط الثاني 25-17، الشوط الثالث 25-16، وطبعا كابتن ميدو استغل كل نقط القوه في فرقته، وطبعا استغل نقطه ضعف الفريق المنافس. نعم. فيعني كابتن كريم، هل تتفق مع كابتن نادر في هذا الكلام والروتيشن الجدي اللي عمله كابتن محمد مصالح النهارده؟ يعني كل شارك يعني تقريبا نفس الوقت، نفس تقريبا يعني على ما اتذكر. شايف النهارده المباراه ازاي كابتن؟ طبعا الف مبروك للنادي الاهلي. يمكن كابتن محمد مصلح النهارده عمل حاجه كويسه قوي ان هو شارك لعيبه مركز ثلاثه كلهم، يمكن محمد عادل، عبد الرحمن سعودي، محمد عبد المحسن، حليم، الاربعه لعبوا النهارده، شاركوا في المباراه. نعم. احمد صلاح لعب، وزاد اسامه لعب، حسام يوسف لعب، وعبد الله عبد السلام لعب، يمكن السكواد كله لعب النهارده، يمكن الوحيد اللي ما لعبش محمد رمضان الليبرو. طبعا النهارده كان اول رؤيه لينا للمحترف الكوبي الواندر، طبعا صفقه مبشره طبعا للنادي الاهلي، يعني اول مره يلعب الوصول للبطاقه الدوليه ليه النهارده، فكان النهارده اداء مميز. يمكن النهارده الارسال استفدنا جدا بالارسالات الموجهه بحكم المحلل التقني اللي شغال كويس قوي، ان الارسالات كانت موجهه على اللاعب كليفن، اللاعب بتروجيت،
كان بيخرجه دايما 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 بره الاستقبال ولعيبه مركز اربعه، وبفضل الحوادث الصد العاليه جدا قدرنا النهارده ان احنا نسهل المباراه على نفسنا. طب استاذنك يا كابتن واستاذ الساده المشاهدين، هنروح لارض الملعب ومراسلتنا سلا حامد ولقاء مع اللاعب المحترف لويجي، خلينا نشوف هتقول ايه. مع سلا وارجع لحضرتك. برحب بك تاني يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت، يمكن في اللحظات دي معايا المحترف الايطالي لويجي. لويجي، فيرست اوف اول ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل، اند اوف كورس ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز فور يور سكند وين وذ الاهلي تيم. فيرست اوف اول بيفور توكينج اباوت توديز ماتش، ليت مي اسك يو اباوت يور فيلينج. ذس از ذا سكند ماتش، ذا فيرست ماتش واز فروم 3 دايز اجو اور 2 دايز اجو. تيل مي اباوت يور فيلينج وين يو ستارتد تو بلاي وذ اول يور the players in the Ahli team. First of all, I want to say one thing. This is my first match after one bad injury of my ankle, and I'm very happy today because I can't wait to play again in this court because hall it's amazing. I'm very happy because my team every day grow up, and this match it was difficult, but we start good in the beginning and we play very very good, I think. طبعا يا كابتن هيثم انا كنت بتكلم معاه يعني في انه يمكن اول مباراه لي كانت مع اسكندريه للبترول من يومين ثلاثه، ويمكن دي ثاني مباراه لي، ويمكن كمان يعني ان هو في اول مباراه يمكن شارك بس بوقت بسيط او بنسبه بسيطه مع فريق النادي الاهلي، ولكن النهارده يعني كان بيقول انه هو رجع. دي بالنسبه له هي اول مباراه طبعا، لانه هي كانت مباراه صعبه النهارده، ويمكن اول مباراه بالنسبه له بعد يعني اصابه اللي تعرض لها يعني في صفوف فريق النادي الاهلي، وهو مبسوط انه هو يعني بيلعب مع فريق النادي الاهلي، ومبسوط كمان انه الفريق بيتطور يوم عن يوم طبعا اداؤه في جميع المباريات في الدور التمهيدي من بطوله الدوري. اوكي ليتس اسك يو انذر كويستشن اوف كورس اباوت ذا بريبريشنز فور ذا نيكست ماتش نيكست ستيب. تيل مي هاو يو ار جونا بريبير، اند اولسو تيل مي توداي يور فيلينج اند هاو ديد يو سي ذا بيرفورمانس ايذر اوف يور بيرفورمانس اور اول ذا اذر بلايرز بيرفورمانس ان ذا تيم. Okay, I can speak for me, but I'm feeling very good now in the team because I told you after 1 month it's very difficult to start again to play because it's very difficult match. But now I'm feeling good in my team. I try to find a very good timing. And about the other question, I think that every day we must work very hard because this is the only streets for win every match. And from today we start again. For very very hard work. طبعا يا كابتن هيثم انا كنت بساله عن النهارده شايف ازاي اداء لاعبي النادي الاهلي، طبعا اداؤه طوال المباراه امام بتروجيت، وهو كان بيقول يمكن بعد ما تعرض للاصابه ويمكن كان ما بيلعبش لمده شهر مع فريق النادي الاهلي، يمكن هو شايف انه دي اول مباراه ليه بالنسبه بعد تعرضه للاصابه، انه هي هتكون مباراه صعبه بالنسبه له. كنت اتكلم على انه اداؤه النهارده يعني هو شايف الاداء النهارده كويس، ولكن كانت المباراه صعبه بالنسبه له هو وكل لاعبي النادي الاهلي. وكمان اتكلمته عن يعني الاستعدادات الفتره القادمه، وقال انه من بعد المباراه النهارده ان هم هيستعدوا بشكل قوي لجميع المباريات الفتره القادمه عشان يعني يأدوا نفس الاداء اللي هم متعودين عليه في طوال يعني المباريات السابقه في يعني جميع الجولات في الدور التمهيدي من بطوله الدوري. لويجي ثانك يو سو ماتش اند اي ويش يو اول ذا بيست ان يور نيكست ستيب. ثانك يو ثانك يو ثانك يو اول وان باي. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع المحترف الايطالي لويجي، واللي طبعا كنت بتكلم معاه يعني عن مباراه اليوم واحساسه انه بدا يشارك اخيرا مع فريق النادي الاهلي بعد تعرضه للاصابه، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا. لقاء مهم مع المحترف بعد الاصابه في انكل رجله، يعني يمكن زي سلا ما يعني وضحت او اللي وضح مع سلا انه فعلا كان متعرض لاصابه وقعد شهر بعيد عن المشاركات، النهارده بيشارك في اول مباراه. كابتن نادر بيتهيألي اداؤه يعني جيد، لويجي يعني مبشر انه لعيب من ليفل 1، لعيب منتخب ايطاليا، لعيب بيلعب في الفيرست ديفيجن هناك في الدوري الايطالي كان، فاكيد النهارده بان شكل الجمهور لله. اكيد هو طبعا لعيب مميز جدا جدا، حتى شغله النهارده في الماتش كان مميز، كان واقف شايل الاستقبال في الهجوم، كان اختيارات عبد الله عبد السلام ليه كان دايما كان مفيش كرة، يعني الكرة اللي كانت بيغلط فيها كانت قليلة جدا. لا. هو كان بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يخش جوه الجيم، لان دي اول مباراة ليه، فدي صحيح. لو صبرنا شوية ماتش تاني تالت هبتدي نتفرج على مستوى احسن من كده كمان. نعم. طب كابتن يعني يمكن النهاردة كان عندنا يعني تحدي من نوع خاص، ان انت عندك مباريات مش قوية الفترة اللي فاتت، واللي جاي برضو مباراة مش قوية، ومفروض مباراة بتروجيت دي اقوى مباراة في المجموعة، فانت النهارده في تحدي ان انت توصل لفورمتك بالرغم من ضعف اللقاء. شايف كابتن محمد مصطفى حميدو ازاي يتغلب على العقبة دي؟ طبعا
طبعا هي يمكن مباراه الدوري التمهيدي دايما كابتن محمد مصالح بيحاول ان هو يعد الفرقه اعداد بشكل كبير جدا بدني وفني. يمكن النهارده في مباراه النهارده قدر يشارك الفرقه كلها بخلاف محمد رمضان بس الليبرو، عشان الليبرو الجديد ده لازم يعني لازم يدخل ويخش المشاركه. لويجي النهارده برده نفس الكلام قدر ان احنا قدرنا ان احنا نشوفه. فطبعا كابتن محمد مصالح بيحاول ان المباراه دي هي مباراه ايه يعني واحده تدريبيه في نطاق الرسمي. نعم. يعني احنا التمارين اصلا شغاله صبح وبعد الظهر، يعني حتى ممكن يبقى النهارده مباراه ممكن عندهم تمرين الصبح. تمرين الصبح عادي جدا. الحمل عادي مش يعني الحمل شغالين، هم الحمل عالي جدا الفتره دي، الحمل مش واطي خالص، ان دي يعتبر يعني فتره الاعداد لسه ما خلصتش. صحيح. هنبدا المنافسات من الدور اللي بعد كده. فكابتن محمد مصالح بيحاول على قد ما يقدر ان هو يجهز اللعيبه جدا عشان الدوري لسه طويل. كانها واحده تدريبيه. طبعا الدوري لسه طويل، واحنا السنه اللي فاتت كنا عندنا بلاي اوفس، فطبعا لازم اللعيبه كلها تبقى جاهزه. صحيح يا كابتن. هو يمكن ده التحدي الاكبر لكابتن محمد مصالح بيده، هو تجهيز كل السكواد بحيث نبقى جاهزين للمباريات اللي بعد كده الثقيله. خلينا نروح لارض الملعب ونستكمل لقاءاتنا لما بعد المباراه. محمد توفيق ولقاء مع معد الفريق الكابتن الكبير كابتن حسام يوسف، اتفضل يا محمد. تحياتي ليك مره اخرى كابتن هيثم. بعد انتهاء مباراه الاهلي وبتروجيت وفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط نظيفه، يعني معايا واحد من اللاعبين اللي لهم ستايل خاص وصاحب يعني زي ما نقول الاداء وكمان الخلق الرفيع كابتن حسام يوسف مواد الفريق. يعني برحب بيك في البدايه، الف مبروك الفوز النهارده، يمكن الحمد لله انتهاء المرحله الاولى كلها بالعلامه الكامله. المباراه مش يعني زي ما نقول مش في التوب فورم، ولكن انتوا اديتوا اللي عليكم، وكمان اعتقد بتستفيدوا كتير جدا بالاشراك على الكبير جدا من اللاعبين معاكم. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك. طبعا النهارده اداء كويس، الفرقه كلها شاركت، الناس كلها بتثبت ان احنا السنه دي جايين نعوض الخساره بتاعت السنه اللي فاتت. الناس مركزه في الملعب، ماتش طبعا يعتبر اقوى ماتش لعبناه في الموسم السنه دي. فريق بتروجيت فرقه محترمه، حاولنا ان احنا نادي وننفذ الخطه اللي احنا اتفقنا عليها. الحمد لله رب العالمين على المكسب. يعني في مشهد كده شفته متكرر خلال المباراه عايز تعليقك عليه، ان مع كل كره ليك اول واحد واقف لك على الخط وبيحمسك يعني بيشجعك هو عبد الله عبد السلام. اكيد طبعا عبد الله احنا اخوات قبل اي حاجه، اي حد بيلعب فينا لازم اللي بره هو بيتكلم معاه بيشجعه. عبد الله طبعا تاريخ كبير، نتعلم من بعض. الحمد لله رب العالمين، ربنا يديم علينا نعمه، يعني الاخوه اللي ما بيننا والتفاهم اللي ما بيننا في الفرقه الحمد لله. لسه عندنا في الدور الثاني او مرحله العوده خمس مباريات، في عدد كبير جدا من اللاعبين سواء اللي ما بيتشاركوش بصفه مستمره او كمان الناشئين بيشاركوا معاكم، بيتعاملوا معاهم ازاي واهم النصائح بتقولها؟ لا الدور التمهيدي ده طبعا فرصه لاي حد، فرصه زياد انس الناس الصغيره اللي طالعه من الناشئين، بنحاول كابتن ميدو بيحاول يدي فرصه لكل الناس ان هي تخش في الماتشات، والماتشات يعني في فرصه ان كل الناس تادي وكل الناس تطلع كل اللي عندها، فدي ما فيش فرصه احسن من كده يعني. فاكيد دي حاجه مفيده لينا وبعد كده هتفيد الفرقه في المرحله اللي جايه ان شاء الله. شكرا ودايما موافقين وباذن الله البطوله من نصيبنا ومستنيين منكم كلكم البطوله. ربنا يخليك. شكرا. الله يخليك. شكرا كابتن هيثم. ده كان لقاءنا مع كابتن حسام يوسف معدي الفريق، مستمرين في تغطيتنا ومزيد من اللقاءات الكاميرا. كابتن هيثم اتفضل. شكرا جزيلا محمد، وكل التوفيق لحسام يوسف المعد، يعني غني عن التعريف وغني عن ادائه الحقيقه. وزي ما شفت الروح اللي ما بين عبد الله عبد السلام وحسام، هما الاثنين بيلعبوا في نفس المركز، وزي ما شفتوا زي ما حضراتكم سمعتوا مش فارق ابدا مين اللي بيكون في الملعب. خلينا اكلمك كابتن نادر، زي ما قلت مع كابتن كريم كان التحدي الاكبر وهو ازاي تحافظ على مستوى الفريق، ازاي تفضل يعني على التوب فورم، وان انت تقدر توصل للمرحله اللي بعد كده كل اللعيبه جاهزه. هو ده التحدي الاعظم يمكن قدام كابتن محمد طبعا صلح. السنه دي كابتن محمد صلح عنده تحدي كبير جدا، ان هو لازم يرد على كل اللي اتقال السنه اللي فاتت وكل اللي حصل بفريق قوي بيكسب، ما فيش حاجه اسمها خساره الفتره اللي جايه دي، خلاص ان شاء الله دوري في الاهلي، كاس في الاهلي، البطولات اللي جايه كلها ان شاء الله في جوه النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. هو خط يعني كجهاز فني وكجهاز اداري وجهاز طبي قادرين على ده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طب كابتن يمكن المباراه ليها مكاسب كتير، يعني يمكن انا شايف المكاسب مش بس الفوز 3-0، ولكن مشاركه النهارده الاثنين المحترفين في المباراه وادائهم في المباراه ودخولهم مع التيم بقى في جو المباريات، اكيد ده مكسب مهم جدا. اكيد اكيد الماتش النهارده فيه مكاسب كتيره جدا جدا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان النادي الاهلي هو النادي تقريبا الوحيد اللي جاب ليبرو محترف. نعم. مفيش نادي في مصر قدر يعني ياخد الخطوه اللي هي الجريئه دي ان هو يجيب ليبرو محترف، النادي الاهلي هو اللي عملها، وان شاء الله هنشوف ان شاء الله الليبرو ده هيكون له دور كبير جدا في المكسب الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن ميدو شارك تقريبا الفريق بالكامل، خاصه في الشوط الثالث بدا يعني كان الستارت كمان بزياد اسامه وحسام يوسف المعد، عبد الرحمن سعودي السنتر بلوك، احمد عزب واحمد سعيد لاعبين مركز اربعه، ومحمد عبد المحسن السنتر بلوك، سته بالكامل جداد نزلوا الملعب.
تحس ان مفيش اختلاف بين الستة اللي بدأوا في الشوط الثالث او الناس اللي بدأت بالظبط في الشوط الاولاني والثاني، مفيش اي اختلاف، مفيش حتى واضح في السكور، يعني السكور زي الاولاني زي الثاني زي الثالث، مفيش اي اختلاف. ده يعني يدل على ان اللعبة دي واخده شغل كويس جدا، البدني يبان عليهم كويس جدا، بيبان على النتائج في الملعب. مفيش اختلاف، يا رب يكملوا كده ان شاء الله. استاذ حضرتك خلينا نروح لارض الملعب وزميلتنا سالة حامد ولقاء مع كابتننا الكبير واسطورتنا عبد الله عبد السلام، اللي من هنا بوجه له كل التحيه يا سالة، وبلغي له تحيتي وتحيه يعني ضيوفي ونقول الف مبروك يا سالة، اتفضل. طبعا برحب بيك تاني يا كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا كابتن، طبعا معايا نجم يعني الفريق كابتن عبد الله عبد السلام. كابتن عبد الله طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وكمان كابتن هيثم يعني برحب بيك وكل ضيوفه الكرام في الاستوديو بيوجهوا لك تحيه، يعني بيقول لك ان هو بيسلم عليك. ربنا يبارك لك يا سلام، برحب بيكي، برحب بكابتن هيثم وضيوف الكرام. بقول لهم كل سنه طيبين، وده اول لقاء لنا ان شاء الله في مباراة بتروجيت، إن شاء الله يبقى فتحة خير علينا إن شاء الله. أتمنى منهم يكون الأداء عجبهم، الحمد رب العالمين، بداية قوية لنا، ماتش مهم لنا في المجموعة بيحسم لنا الصدارة، واحدة واحدة إن شاء الله ربنا يكرم كده يعني نقدر نخش جوه مود الدوري. طبعا الدوري طويل زي ما أنت عارفة، لسه هينتهي في شهر مايو بإذن الله رب العالمين. ربنا يكرم إن شاء الله رب العالمين، إحنا أتم استعداد الجهاز الفني واللعيبة الحمد لله مركزين تركيز تام، ان شاء الله نقدر نعوض خساره الدوري والكاس ان شاء الله، نقدر نفرح جمهورنا، عندهم ثقه في الفريق يعني بلا حدود، ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى عند حسن الظن باذن الله. باذن الله. كابتن طبعا خليني اكلمك على مباراه النهارده، مباراه بتروجيت، شايف ازاي اداء لاعبي النادي الاهلي كلهم طبعا طوال المباراه، وكمان خليني ابارك لك على مباراه اليوم. ربنا يخليك، الله يبارك فيكي. طبعا مباراه مهمه جدا، مستعدين بقى لنا اسبوع مستنيين المباراه دوت. طبعا يعتبر بتروجيت من اقوى الفرق اللي موجوده معانا، طبعا مع فريق ترسانه مستعدين ليها بشكل كويس جدا، خدنا محاضرات عليها الجهاز الفني، يعني خدنا محاضرات كتير قال لنا لازم ناخد المحمل الجدي للمباراه. زي ما انت شفت اداء الفريق الحمد لله رب العالمين، التركيز من اول المباراه لحد اخر المباراه الحمد لله، يعني زي ما انت شفت الاشواط كمان الفرق يعني كويس جدا جوه الجيمات. اتمنى ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه نقدر نكمل بنفس الشكل دوت، وزي ما قلت لك يعني ان شاء الله احنا نهايتنا ان شاء الله شهر مايو، والحمد رب العالمين يعني احنا بناخدها ماتش ماتش ان شاء الله، الماتش الجاي نركز فيه مع بنها واحده واحده ان شاء الله، نخش في مود الدوري ورتم الدوري ان شاء الله وربنا يكرم باذن الله. بالفعل يا كابتن زي ما انت قلت النهارده الاداء يعني اديته اداء متميز طوال الثلاث اشواط، ويمكن كمان ظهور المحترف والليبرو الكوبي، يمكن ده طبعا يعني اكيد فرق معاكم، ويمكن شفنا طوال ثلاث اشواط ادى اداء قوي جدا، ويمكن انسجم كمان مع الفريق بسرعه بما ان ده اول مباراه ليه. طبعا بالنسبه ليوندر اول ماتش ليه لسه مسجل، يعني خلاص الكلام لسه طالع النهارده، اول ماتش ليه لويجي المحترف الايطالي، كان عنده اصابه سبين انكل قعد يجي شهر، ده اول مباراه رسمي يلعبه برضك معانا بشكل يبتدي بيه بالست الاساسي. اتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون اضافه لينا قويه، احنا برضك بندعمهم على قد ما نقدر، وان شاء الله ناخد منهم احسن حاجه ونستفاد بيهم من خبراتهم. لعيب طبعا منتخب ايطالي ولعيب منتخب كوبي، الاثنين طبعا على مستوى محترمين، وان شاء الله يبقوا اضافه للنادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرم ونكسب بيهم جميع البطولات باذن الله. كابتن طبعا مباراه بتروجيت هي المباراه المؤجله طبعا من بدايه دور التمهيدي، يمكن كده الجوله انتهت، ان شاء الله ايه المباريات القادمه يا كابتن وهتستعدوا لها ازاي؟ ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله مع فريق بنها، طبعا فريق صاعد للدوري الممتاز، طبعا معاه جهاز فني محترم، لعيبه محترمين، اكيد بنستعد للمباراه، بناخد محمل الجديه خلاص، ما بعدها ان شاء الله بنخش على مصر البترول ان شاء الله عندنا في النادي، نرجع ناخد بتروجيت تاني، الماتش كان مؤجل هو المفروض في الاسبوع الثالث، هنرجع نلعبه في ميعاده باذن الله رب العالمين، والحمد لله ربنا يكرم يعني ناخد اسكندريه البترول، واحده واحده ان شاء الله رب العالمين نخلص المجموعه ونخش على الدوري الجاي باذن الله. لا يا كابتن بتمنى لك التوفيق وبشكرك مره ثانيه، ومبروك يا كابتن على مباراه اليوم. ليك الله يبارك فيكي، وان شاء الله نعوض الجمهور ان شاء الله ان يعني ما في وسعنا ان شاء الله نعوضهم السنه اللي فاتت على اللي حصل ان شاء الله، كلنا على ايد واحده بالجهاز الفني وجماهيرنا والمجلس الاداره، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. كابتن بشكرك جدا يا كابتن. شكرا ليك. شكرا شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع نجم الفريق كابتن عبد الله عبد السلام، والان العوده مره اخرى للاستوديو اتكلم ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سالة حامد بشكرك شكرا جزيلا، واللقاء مع كابتن عبد الله عبد السلام. بس الحقيقه قبل يعني ما اطلع الفصل عندي كومنت يعني بسيط على عبد الله عبد السلام، المنتاليتي بتفرق كتيره جدا، يعني اللاعب من كلامه بيبان المنتاليتي بتاعته ايه، وعبد الله عبد السلام يعني ما شاء الله يعني عقليه مسافره في يعني في حب واخلاص وترتيب، يعني لو تحسوا بكلام عبد الله عبد السلام ان هو مقسم السيزون مراحل، اخرنا مايو بس احنا رايحين ستيب باي ستيب، كلام يعني جميل جدا، وده يعني ما يطلعش غير من عبد الله عبد السلام. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا عن المباراه بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن النهارده من مكاسب الكبيره للمباراه ان جمهور النادي الاهلي اطمن على فرقته، الى ان الحقيقه المباريات اللي فاتت كلها كانت يمكن مش بالقوه الكبيره، فالنهارده مباراه بتروجيت على صداره المجموعه كانت فرصه كويسه عشان جمهور النادي الاهلي يتفرج على المحترفين الجداد، يتفرج على الفرقه، يتفرج على العناصر الجديده، عزب اللي انضم للفرقه كمان، يعني انضم يشوف هل في هارموني، الدنيا ماشيه ازاي. فالحقيقه في مكاسب كتيره للمباراه النهارده. طيب الدوري شكله ايه؟ برده انا يعني هرجع لضيوفي عشان نقول لحضراتكم الدوري شكله ايه، المجموعه دي هنطلع نلعب منها ايه، وهكذا لنهايه الموسم. بنتكلم عنه عبد الله عبد السلام في لقائه مع سلا حامد. اجي لك يا كابتن كريم، يعني يمكن النهارده احنا 6 في المجموعه، مظبوط، بنلعب رايح جاي وبعد كده هيتاهل 3، صح؟ مظبوط. بعد ما نطلع بقى هتبقى المباراه تصاعديه في المستوى اصعب، ولا هنرجع تاني نلعب دور زي ده برده مجموعه من الفرق السهله كمان؟ هيبقى شكل الدوري ايه؟ تمام. هو احنا طبعا نظام المسابقه السنه دي اختلف شويه، ان احنا بقى عندنا دوري مرتبط، نقط الدوري مرتبط هتفضل مكمله معانا لحد نهايه الدور التمهيدي ده كده. الدوري خلاص فريق ال 15 سنه هينتظم في بطوله الجمهوريه وهيصعد اول ثاني ثالث، هيبقوا 12 فريق. نعم. ال 12 فريق هيلعبوا بعض ذهاب وعوده، بعد كده هيطلع الثمان فرق، الثمان فرق دول هيبداوا بقى يلعبوا الدوري الاول مع الثامن والثاني مع السابع، ده ونبدا بقى البلاي اوفز بالظبط. تمام. هو ده نظام الدوري السنه دي. يمكن الدوري السنه دي طويل قوي. صحيح. ايوه احنا بنتكلم النهارده في يعني 6 شهور كمان يعني، بس خلي بالك كابتن، ما هو في مايو عشان احنا ابتدينا متاخر، بادئين متاخر، واحنا عارفين الاتحاد بدا متاخر ليه. بالظبط. انا بتكلم يعني مش على حضرتك حرج، يعني انا عارف، انا كشخص عارف الاتحاد بدا الدوري متاخر ليه، عشان النادي المنافس كان، خلينا نتكلم بكل امل، النادي المنافس يلحق يجيب المحترفين اللي بيجوا اخر كل سنه، انا ما فيش مشكله. مظبوط. يعني احنا في الملعب وهنلعب. طيب خلينا يعني نتكلم في حته برضو مهمه جدا، وهي الاستعانه بالشباب. اكيد. اللي بيقوي فرقتنا ان عندنا في معدل السن في 3 اجيال. بس خلينا قبل ما نستفيد في الموضوع ده نبارك لفريق المرتبط، فريق المرتبط لكرة السلة اللي فاز على نادي الاتحاد الاسكندرية 81-65، اللي قدم طبعا هدية النهاردة لفريق الكبير. الفريق الكبير هيلعب الساعة 8 دلوقتي مباراته، ولكن ألف مبروك لفريق المرتبط، الحقيقة نتيجة جيدة، وده يؤدي إلى مؤشر جيد إن احنا النهاردة، وخدوها مني كلمة كده، النهاردة هو الفاينل. لو الكبار كسبوا بإذن الله النهاردة إن شاء الله المرتبط يخلص بعد بكرة، يبقى خدنا البطولة بصرف النظر عن المباراة الثانية. النهاردة نادي الاتحاد الاسكندري الفريق الكبير او الرجال هينزل بعقليه الكؤوس، لا بديل له للفوز، ولكن النادي الاهلي حتى لا قدر الله خسر عنده انه يعوض بكره، ولكن الاتحاد لو خسر النهارده مش هيعوض بعد بكره، لان المرتبط بتاعنا ما شاء الله فارق بشكل كبير جدا عن مرتبط الاتحاد. اذا ان شاء الله مباراه النهارده فاينل، كل الدعوات لفريق الرجال. انا اسف يا كابتن بس لازم نحط جمهور النادي الاهلي في الصوره، 3 اجيال في الفريق، وبالتالي ده من احد اهم قوة الفريق. اكيد طبعا، يعني يمكن الجيل الاولاني طبعا كابتن احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، ومعاهم حسام يوسف ومعاهم عبد الحليم عبو، ده الجيل. وبعد كده الجيل المتوسط، احمد سعيد، محسن، عبد الرحمن سعودي، دولة طبعا، محمد رمضان، ده الجيل المتوسط. وبعد كده الجيل الصغير اللي هو ما بقاش صغير خلاص، سعودي. عبد الرحمن الحسيني ده نجم متالق، زياد اسامه، يعني ما نقدرش نقول عليهم لعيبه ناشئين دلوقتي، حطوا رجليهم خلاص، يعني بقى لهم 3 4 سنين ما قدروا، ما يتقالش عليهم لعيبه ناشئين بيلعبوا. بالظبط. يمكن حسام النهارده لما نزل حسام يوسف معتمد اعتماد كبير على زياد اسامه، يعني زياد ثقل جدا في الملعب، فما نقدرش نقول عليهم ناشئين. فطبعا عندنا 3 اجيال طبعا، يعني طبعا عبد الله واحمد طبعا دول ليهم دور كبير جدا بره الملعب اكتر من الملعب، يمكن هم اللي بيلموا الفرقه، هم في الكبوات هم اكتر ناس بيشيلوا الفرقه. فطبعا لا يعني احنا الحمد لله، الحمد لله عندنا 3 اجيال، وان شاء الله باذن الله باذن الله الموسم السنه دي هنحقق كل البطولات بصرف متفائل. النظر عن الموسم اللي فات ان شاء الله متفائل. طب كابتن نادر، يمكن النهارده ليك رؤيه فنيه برضو، حضرتك مدرب كبير ومدير فني، يمكن تمرنت لعيبه كتار من اللي في الملعب، ربنا يخليك. بس خلينا نتكلم عن من وجهه نظرك، مين النهارده شايفه، بلاش نقول نجم المباراه، يعني هم كلهم كانوا نجوم، بس نقول مين ابرز 2-3 شايف النهارده مباراه النهارده هم ادوا فيها اداء جيد؟ والله النهارده اللعيبه كلهم ادوا اداء كويس جدا جدا، انا شايفه من وجهه نظري اداء جيد جدا، يعني مش هنقول ممتاز ومش هنقول متواصل، لا اداء جيد جدا، لان لسه هم لسه واخدين السلم واحده واحده. انا شايف ان عبد الرحمن حسيني كان كويس جدا، على طبعا احنا بنتكلم على قد الخبرات وعلى قد الكلام ده كله، من احسن اللعيبه اللي بيعرفوا يتصرفوا في الملعب كويس، بيعرف بي عنده حلول كويسه في الملعب. طبعا مش هنتكلم عن عبد الله واحمد صلاح، لان دول في يعتبر في حته ثانيه، يعني في وقت الزنقه احمد صلاح يخلص، عبد الله عبد السلام او يعني ما يكون في سكور قريب في اي لخبطه على طول احمد صلاح اللي بيخلص الموضوع. لكن انا شايف ان عبد الرحمن الحسيني من اللعيبه المميزين جدا جدا الفتره اللي جايه. زياد اسامه لعيب بيلعب تحت 19 سنه لسه ما صعدش بشكل رسمي، بس ما شاء الله واقف في الملعب عنده ثقه في نفسه، فانا شايف دي مكاسب كويسه جدا جدا. الليبرو كمان المحترف انا شايف ان هو اكتر من ممتاز بصراحه، ليه بصمه في الملعب، وزي ما قلت لك ان شاء الله يعني في الفترات اللي جايه هيكون له دور كبير جدا. المحترف لويجي
طبعا اي لعيب خارج من اصابه مش هيبتدي طبعا توب فورم، لازم شويه شويه زي ما قلت لك، ممكن ثلاث ماتشات او اربع ماتشات بالكثير هنتفرج على حد تاني خالص يعني ان شاء الله. اكيد، وكل التوفيق للفريق. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان نرجع نكمل كلامنا ولدينا المزيد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبروح لضيوفي. كابتن كريم، يمكن لازم ندي للمرتبط حقه النهارده. المرتبط اتحاد الكره الطائره بيجرب يعني بشكل جديد زي بروتوتايب كده، ان هو فكره المرتبط زي الالعاب الاخرى. ادينا كده فكره عن فريقنا المرتبط، وهل هو ماشي بشكل جيد ولا لا؟ طيب، فريق المرتبط السنه دي، يمكن دوري المرتبط السنه دي او مره طابوه لاتحاد الطائره عشان خاطر يعمل تنافسيه ما بين الفرق الكبيره والصغيره ونطلع اجيال جديده. فريق المرتبط عندنا فريق 15 سنه، مواليد 2007 2008. مدرب الفريق طبعا كابتن نشأت طلعت. الفريق يمتاز بلاعيبه كتير كويسه، يعني حمزه ياسين لعيب كويس جدا، مروان متولي، مصطفى ايمن، فؤاد، يعني في لعيبه كتير، لعيبه واعده يعني، لعيبه ان شاء الله هيبقى لها مستقبل، محمد خالد يعني. لا، وعندنا اطوال كتيره في الفرقه كويسه، يمكن يعني الفرقه دي ان شاء الله كمان 3 4 سنين هيبقوا نوال للفريق الاول. فطبعا كابتن محمد مصالحي كمان يعني عينه جدا على الفرقه، يعني بحكم ان هي فرقه مع يعني مرتبط مع الدرجه الاولى، دايما بيركز مع التمرين. يمكن كابتن محمود جمعه مساعد كابتن ميدو في الدرجه الاولى بينزل التمرين على طول مع الفرقه، يمكن يعني ما بيسيبش الفرقه خالص، كل كبيره وصغيره عارفه عن الفرقه. فالفرقه يعني الفتره دي طبعا محملين جدا كمان، وعينهم ان هم يكونوا دافع للفريق الاول، ما يكونوش نقطه ضعف للفرقه. فطبعا كابتن نشأت طلعت يعني مدرب كبير جدا، ليه الفضل كبير مع الفرقه، وان شاء الله باذن الله هيكونوا نوال الفريق الاول باذن الله ان شاء الله. كابتن نادر، يمكن اكيد لحضرتك كومنت على فريق المرتبط وازاي شايف ادائهم، خاصة انهم فازوا بكل مبارياتهم حتى الان زي الفريق الكبير. بالظبط، ده هو فريق ماشي بخطة ثابته، لان طبعا نتائجه مهمه جدا بالنسبه للدرجه الاولى. على الرغم ان انا شايف ان الفريق الاول يعني ممكن ما يكونش محتاج للكلام ده، بس هو ده سيستم الاتحاد ماشي عليه. وطبعا يحترم وكل الكلام ده، بس هو مش هيمشي غير في الادوار التمهيديه فقط. صحيح. احنا كنا نتمنى ان هو يكمل لغايه اخر يمكن السيزون، يمكن السنه الجايه يكمل، فممكن يكون السنه دي عاملينه بشكل تجريبي. نشوف هيشوفوا الدنيا هتمشي ازاي، بس هو هيمشي في الادوار التمهيديه فقط لا غير. فريق 15 ماشي كويس جدا بقياده كابتن نشأت طلعت، ماشيين كويس، بيتمرنوا كويس، نتائجهم كويسه، كسبانين كل ماتشاتهم، النتائج كلها 3-0 باستثناء ماتش النهارده بتروجيت 3-1، ماشيين باداء كويس ونتائج كويسه جدا، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. الحقيقه يا كابتن انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، النهارده متعتنا بشكل كبير بفنياتك. كابتن كريم طبعا اكيد متعتنا النهارده، ونتمنى للنادي الاهلي التوفيق ان شاء الله الفتره القادمه. كابتن نادر نبيل نجم طبعا النادي الاهلي السابق منتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا. تسلم، ربنا يخليك. شكرا. كابتن كريم جمعه نجم طبعا منتخب مصر النادي الاهلي السابق، بشكرك، نورتني وشرفتني. شكرا يا كابتن هيثم، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان استوديو النهارده، ولكن نتمنى كل التمنيات وقلوبنا مع فريق كره السله رجال، لو ان شاء الله ربنا كرمنا، اذا ربنا كرمنا النهارده في مباراه الاتحاد السكندري بنسبه كبيره هنبارك ان شاء الله النادي الاهلي حصول على المرتبط، لانه واضح جدا ان الفريق المرتبط النادي الاهلي الحمد لله في حته ثانيه وفريق جاي جدا. فاذا فزنا النهارده تكون المباراه الثالثه بعد بكره للمرتبط، يبقى مباراتنا الرابعه تحصيل حاصل. مباراه النهارده هتكون عصبيه جدا، هتكون فيها يعني زي ما بيقولوا يعني شد عصب كتير، لان نادي الاتحاد نازل النهارده يلعب المباراه بروح الكؤوس. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى لقاء اخر مع استوديو الابطال.